بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي. لو حسيت ان الكلام منطقي اعمل لايك وسبسكرايب، لو حسيتش ان الكلام منطقي واحنا بنهبط ولا يهمك يا زميلي. تعالى نتكلم على فوز الارجنتين بكاس العالم على حساب منتخب فرنسا 7-5 بضربات الجزاء بعد مباراه مثيره جدا، واحده من افضل مباريات كاس العالم حرفيا انا اتفرجت عليها في السنوات الاخيره او في سنوات متابعه كره القدم، واحده من اجمل ومن امتع المباريات. لكن المباراه الممتعه دي ادارها ليونيل سكالوني بشكل سيء. بص، سكالوني مدرب محترم عامل فرقه محترمه، ميسي هو القائد بتاعه وعندك حارس مميز زي ميلانو مارتينيز، لكن طريقه اداره الراجل للماتشات عليها مليون علامه استفهام للامانه. الراجل النهارده كان عنده افكار في الاربعة 4-3-3، طبعا الاعتماد على ليونيل ميسي ناحيه اليمين وناحيه الشمال في الاعتماد على لعيب زي انخيل دي ماريا. طب انخيل دي ماريا وليونيل ميسي وطبعا جوليان الفارس. نص الملعب بتاع المنتخب الارجنتيني كان قوي جدا الشوط الاول، سواء انزو او سواء كمان لعيب زي اليكس ماكاليستر اللي كان بيلعب ناحيه دي ماريا والناحيه الثانيه لرودريجو دي بول. فمنتخب الارجنتين كان عامل مباراه محترمه جدا، سكن دي بول المنتخب الارجنتيني بيقدر ان هو ياخدها، في تفوق لانزو، في تفوق لاليكس ماكاليستر، في تفوق لرودريجو دي بول. نص ملعب منتخب الارجنتين دايس على وش منتخب فرنسا، رابيو وتشاوميني مش شايفين قدامهم، وراهم فاران وكمان لعيب زي اوباميكانو عمق مش شايف قدامه، اطراف دايما بيبصوا على ميسي فين وبيروحوا يمسكوه، ميسي معاه الكوره تلاقي لعيبه منتخب فرنسا بيضغطوا عليه وبيسيبوا مساحات للعيب ناحيه الشمال زي انخيل دي ماريا. فدايما ميسي كان بيستلم الكوره بيبقى عينه على انخيل دي ماريا، عينه على لعيب زي انزو جاي من نص الملعب، عينه على لعيب زي رودريجو دي بول، عينه على الاطراف ما بتعملش وجبات كتير هجوميه زي تاجلافيكو وزي مولينا. فكان دايما منتخب الارجنتين يقدر تقول عليه ان هو بيهاجم بست لعيبه وبيدافع باربع لعيبه ثابتين، اثنين مساكين ثابتين اذا كان روميرو او لعيب زي اوتاماندي، وطرفين ثابتين ما بيعملوش ادوار هجوميه الا اذا تم اجبارهم على انهم يعملوا كده. ليه؟ لان هو كان عارف ان في اثنين اطراف صراع جدا عند المنتخب الفرنسي، هو عثمان ديمبلي اللي كان اسوء لاعب في الملعب الشوط الاول، وطبعا كيليان امبابي. لا، اوليفي جيرو مش بتاع هجمات مرتده ولا بتاع مباراه سريعه، بالعكس هو لما شاف المباراه كده ما كانش عنده اي مشكله ان هو يغير. وهنا بقى تعالى نتكلم على ديدي ديشامب. ديدي ديشامب اللي ادار المباراه بطريقه عظيمه جدا. ديدي ديشامب ادار مباراه عظيمه جدا، وادار مباراه بتثبت ان الراجل ده مدير فني تعلم بجد. يعني ديدي ديشامب لما شاف ان هو عنده مشكله في اوليفي جيرو قرر ان هو يطلع اوليفي جيرو وينزل مكانه لعيب زي ناندل. شاف ان عثمان ديمبلي نقطه ضعف وهو ووراه كوندي قدام ميسي او قدام دي ماريا اسف، فاضطر ان هو يطلع عثمان ديمبلي وينزل مكانه لعيب زي ماركوس تورام بيمتلك السرعات وبيمتلك القوه، غير ان هو بيمتلك الحماس على ايقاف اللعيب اللي هيلعب ناحيته وهو انخيل دي ماريا. فالمنتخب الفرنسي بالتغييرات اللي عملها ديشامب في نهايه الشوط الاول تغييرات عظيمه، رغم ان سيناريو المباراه رايح ان منتخب الارجنتين دايس على منتخب فرنسا، هدف اول بيسجله ميسي من ضربه جزاء شايف ان هي صحيحه، عثمان ديمبلي ارتكبها على انخيل دي ماريا، خش ميسي يحطها بكل هدوء في المرمى بتاع هوجو لوريس، تدور على المنتخب الارجنتيني بعد ضربه الجزاء برده لسه فايق وبرده لسه في لعيبه في نص الملعب بتاخد كره زي انزو، ولسه في تفوق لرودريجو دي بول وتفوق لماكاليستر، ونص ملعبك مسيطر حرفيا على ايقاع المباراه وعلى تشاوميني وعلى كمان لعيب زي ادريان رابيو. المشاكل بدات فين؟ بص، هي المشاكل بدات في اللحظه اللي قرر المدير الفني للمنتخب الارجنتيني ليونيل سكالوني نزول ماركوس اكونيا مكان انخيل دي ماريا. انخيل دي ماريا نجم الماتش، اعلى تقييم في الملعب، هو اللعيب دايما اللي ميسي بيدور عليه، تيجي انت مطلعه ومنزل مكانه ماركوس اكونيا عشان تقلب الطريقه ل 4-4-2 ويلا معلم احنا مش هنهاجم، لا احنا هندافع، احنا مش هنهاجم، احنا هندور على ان احنا معلش احنا عايزين نخلص المباراه على كده، احنا مش جايين نكسب النهارده، خلاص مش جايين نهاجم النهارده، يعني الموضوع بالنسبه لنا انتهى في موضوع الهجوم، خلاص الموضوع انتهى، انا هسيب الكوره للمنتخب الفرنسي هو اللي يهاجم وانا هدافع. طيب في مشكله، ايه هي المشكله؟ ان في عز منتخب فرنسا عمال يعمل تغييرات وفي عز منتخب فرنسا ما بيقرر ان هو يغير شكل المباراه بالتغييرين اللي نزلهم سواء راندل او سواء كمان ماركوس تورام، لقينا لعيب زي ادوارد كامافينجا بينزل مكان تيو هرنانديز. كامافينجا نزل لعب باك شمال؟ لا، كامافينجا نزل عشان يستلم ميسي. يعني ادوارد كامافينجا نازل علشان يستلم ليونيل ميسي. انت تستلم ميسي، كل شغلك في الملعب هو ميسي. تشاوميني فشل مع ميسي، رابيو فشل مع ميسي، اذا انت انزل مع ميسي، ميسي يروح هنا مع ميسي، بيعمل اي حاجه مع ميسي.
ده غير طبعا ان الباشا كان سايب لهم الكوره في المنتخب الارجنتيني، كان بيدافع، والدنيا بالنسبه للمنتخب الارجنتيني كانت صعبه جدا في الحاله الدفاعيه، خصوصا ان لعيبه نص الملعب بدات تتعب. يعني انزو بدا يتعب، ماكاليستر بدا يتعب، رودريجو دوبول بدا يتعب، بدا يبان قوه خط دفاع منتخب الارجنتين، هل هو خط دفاع قوي او خط دفاع سيء. ومع اول ضغط حصل على الاسطوره الحيه وملك المدافعين اللي موجودين في العالم اوتاميندي، اوتاميندي لبس ضربه جزاء. يعني كيليان امبابي او كينجسلي كومان تقريبا هو تحصل على ضربه الجزاء من اوتاميندي. ايه ده، ده في المكان اللي المفروض ان منتخب الارجنتين مأمن نفسه فيه. يعني المفروض ان اوتاميندي ولعيب زي مولينا قافلين على كيليان امبابي، وقافلين كمان على اللعيب اللي هو المفروض نزل يلعب مكان امبابي، كينجسلي كومان. طب طبعا في عز كل ده منتخب الارجنتين بدا يبان قوه خط دفاع الحقيقيه، بدا يبان قوه خط دفاع الارجنتين اللي فيه كريستيا روميرو واللي فيه لعيب زي اوتاميندي. وهنا بدات تبان المشاكل. ليه؟ لان المنتخب الفرنسي اول ما قرر ان هو يهاجم قدر يتحصل على ضربه جزاء من اول هجمه، اللي هو الله ده ايه الجمدان ده، وبيقدر المنتخب الفرنسي يسجل عن طريق كيليان امبابي. وبعدها بدقيقتين منتخب فرنسا بيعمل بومينج وبيتعادل، اللي هو خلاص يا معلم كل السيناريوهات رايحه ان ميسي خلاص الموضوع انتهى والقصه انتهت وميسي هروح زعلان وكلنا هنعيط النهارده. طب الناحيه الثانيه بقى اسكالوني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفرج. اه والله العظيم كان بيتفرج زيه زينا، مفيش، اللي هو انا عملت غير واحد بس، انخيل دي ماريا ومولينا بس، عمال بتفرج على كده. نص الملعب ضايع مني، عمال بتفرج. رودريجو دوبول مش قادر يمشي، عمال بتفرج. جوليانا الفارس خلاص تعب وكان ماسك في الشوط بتاع كينجس لكومان برضه. طب اسكالوني قاعد يتفرج كتير؟ لا، اسكالوني الامانه قرر ان هو يتصرف في بدايه الاكسترا تايم، راح منزل باك مكان الباك اللي نحره حرفيا امبابي وكينجس لكومان اللي هو مولينا، وراح مطلع مولينا وراح منزل مونتال. مونتال اللي الكره خبطت في ايده وجت ضربه جزاء، هو مونتال ده. وبعدها منتخب الارجنتين بيعمل البيج بومينج والسيناريو الذي يتمناه كل محبين ميسي، ايه هو؟ 2-2 وميسي يجيب الثالث وننهي على كده. طب وايه اللي حصل؟ ميسي جاب الثالث يا اسطى، ميسي جاب الثالث وسجل هدف جميل، والله اكبر، وانتصرت كره القدم، وهو ده السيناريو الذي يستحقه الاسطوره، وميسي يستحق ان هو يسجل الهدف الذهبي اللي خلص بيه كاس العالم. وثم ماذا؟ ضربه جزاء لمنتخب فرنسا. ايه يا اسطى، راح فين السيناريو؟ لا، السيناريو راح وقع مني، معلش يعني. ضربة جزاء للمنتخب الفرنسي والمنتخب الفرنسي بيسجلها. اثناء بقى كل ده ما كان داير والليله كانت دايره، المدير الفني سكالوني نزل لوتارو مارتينيز. يا اسطى، لوتارو مارتينيز اللي نزل ضايع ده، هو لوتارو مارتينيز نزل يضيع، هو هيجوين بطلها. فلوتارو مارتينيز جاي بيكمل نفس النهج اللي كان عليه الاسطوره الحيه هيجوين، واكتشف ان ديبول مش قادر يكمل فنزل مكانه باريداس. يعني الراجل اكتشف ان ديبول جاب جاز في الدقيقه 105، اللي هو يا باشا انت متاخر حوالي نص ساعه بيه، بس عادي بالنسبه لاداره اسكالوني مفيش اي مشكله. بس هو راجل بتاع التنميه البشريه كويس، يعني هو الراجل لما طلب منه انك تيجي مع فريق منهار نفسيا وتعمل له محاضره وترجعه للجيم، الراجل عملها للامانه. يعني الراجل جابهم ما بين الشوطين بتاع ما بين الاكسترا تايم وما بين نهايه المباراه، قال لهم نهدى وهنرجع والكلام بتاع التنميه البشريه الجميل ده، والامانه هم كانوا افضل بكتير في الاكسترا تايم. في حاجه كده وانا بعد التغييرات اللي عملها المدير الفني ديشامب غير 7 تغييرات، يعني غير ابراهيم كوناتي مكان فران 1، اليكس دوسايي مكان جول كوندي 2، يوسف فوفانا مكان رابيو 3، 4 كينجز لكومان مكان انطوان جريزمان، ادوارد كامافينجا مكان تيو هرنانديز 5، راندل 6 مكان عثمان ديمبلي، ماركوس تورام مكان اوليفي جيرو، او ممكن نكسه ماركوس تورام وراندل 2 مع بعض، ادوارد كامافينجا وكينجز لكومان 4، والتغيير بتاع يوسف فوفانا 5. وفي الاكسترا تايم غير تغييرين، يعني هو فليكسر تايم غير تغييرين، اكسل دوسايب وابراهيم كوناتي. بص انا في القانون انا مش فاهم الحته دي، اللي هو ازاي تغير 7 تغييرات. طبعا الناحيه الثانيه رجل البركه اسكالوني مغير 3 تغييرات، اسكالوني مغير 4 تغييرات بس، مغير ديبالا عشان يلعب ضربه جزاء كانت تجليه فيكو لو طاروا، لا هو مغير 6 2 4 6 لو طاروا ديبالا باريدس ماركوس اكونيا مونتيلا وجيرمان بازيلا. بص انا مش فاهم موضوع 7 تغييرات ده، بس اللي انا فاهمه ان كره القدم اخيرا ابتسمت ليونيل ميسي في النهايه. يعني اخيرا كره القدم ابتسمت لميسي في النهايه. كنت خايف جدا من ضربات الجزاء، لكن مارتينيز طلع على وضعه. يعني مارتينيز على وضعه بصراحه في ضربات الجزاء، عاش بصراحه على الاداء العظيم اللي عمله ايميليانو مارتينيز، صد بتاع الكره بتاع راندل في اللحظات الاخيره وضربات الجزاء اللي لم يكن يوجد نجم المباراة فهو ايميليانو مارتينيز، وبعديه انخيل دي ماريا، وطبعا ليونيل ميسي.
انما بالنسبه لسكالوني فلا، في فريق بلا مدرب ومدرب فريقه خانه او فريقه يعني خذلته الظروف النهارده. وهو بالنسبه لي دي ديشامب. ديشامب ادار مباراه بطريقه عظيمه، لكن الحظ لم يريد منتخب فرنسا وكره القدم انصفت ميسي اخيرا. لعلمك بقى الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، ما عجبكش الفيديو يا ريت تفهمني حوار السبع تغييرات.